بلشت قصتي مع سفر من 2011 في اللقاء الإقليمي لسفر في الأردن، ولما عرفنا عن القيم اللي بيحملها المشروع أو برنامج سفر، واللي هي الضيافة والتعلم من التجوال وتعلم من التجربة والمجاورة، صرنا معنيين نحن نعمل أو ننشر هاي القيم من خلال نفس التجارب ونفس الأفكار والآليات. وبلشنا في 2011 كمان بشهر 6 فعاليات تجوال فلسطين، سفر فلسطين. صار في عندنا مجموعة بتنظم تجوال بشكل دائم باسم صندوق سفر محلي بفلسطين. شوي شوي تطورت الفكرة وصرنا عاملين مجموعة من التجولات في مناطق مختلفة بأشكال مختلفة بأعداد مختلفة من الناس، أعداد كبيرة وفي أوقات مختلفة، في إشي مسائي وفي إشي برمضان وفي إشي بمناطق تجوال شتوي، حتى طلع عنا حملة تجول في الأرض تمتلكها، وهي حملة من خلال التجوال بنقدر نستخدم التجوال كأسلوب مقاومة ضد الاحتلال، لأن صرنا المناطق اللي بنتجول فيها المستوطنين يخافوا يروحوها، والسكان الأهالي يتشجعوا أكثر يروحوا على هاي المناطق نفسها، فرجعنا علاقة الناس بالأرض اللي مهددة بالمصادرة، وهذا كان نجاح كبير لسفر. اشي ثاني مهم، صندوق سفر المحلي انه ممكن في لحظة من لحظات يقدر يساعد شباب او صبايا انهم يروحوا يمولهم نشاطات هم حابين يمارسوها او تجولات في الوطن العربي. كمان سفر والتجوال في فلسطين هو مساحة، مش بس مساحة لناس بدها تمشي وتتجول، هو مساحة لشباب فنانين ممكن يستعرضوا الفن تبعهم ويتشاركوا مع الناس في التجولات داخل فلسطين.